الشمس الخضراء. يسعدني ان يكون معايا فنانه جميله بتنطلق من هوليوود الشرق من خلال فيلم كارما، هي ساره التونسي. بقول لك طبعا مليون مبروك على اول افلامك في مصر. الله يبارك فيك واهلا بيكم. اهلا بيكي، وسعدنا بلقائك في المؤتمر الصحفي، والنهارده بنبارك لك في اول ليله عرض، فعايز اعرف احساسك ايه؟ احساسي طبعا كله فرحه، كله سعاده ان احنا المجهود اللي امتد على شهور النهارده بيطلع للنور، بنشوف فيلم كارما. بنتمنى طبعا النجاح للفيلم، وانه الناس تدخل الفيلم، لانه يعني الفيلم ده بجد في مستوى عقل الجمهور، والجمهور يستاهل بجد انه يشوف حاجه بتحترم عقله. ساره، كلميني عن دورك بقى في الفيلم والاحداث بشكل عام. انا بقدم دور جايلان، دور المهندسه اللي بتقابل عمرو سعد بطل الفيلم ادهم، واحد من اكبر رجال الاعمال في مصر. بتقابله بالصدفه وهو هربان من محاوله اغتيال، هي اللي بتنقذ حياته، بتدور احداث اكشن. وبعد كده مين ادهم بقى؟ ادهم هو عمرو سعد، واحد من اكبر رجال الاعمال في مصر، دوره كده في الفيلم. وطبعا بعد كده بتتوالى الاحداث، بتنشا بينهم قصه حب من نوع خاص، قصه حب مختلفه. وبعد كده طبعا نهايات افلام خالد يوسف ما بتكونش متوقعه طبعا. الرومانسيه الجميله اللي واضح ان هي هتكون موجوده في الفيلم، مفتقدينها سواء في السينما او في الدراما التلفزيونيه، فتقولي ايه عن ده؟ لا والله موجوده، قصص الحب طول عمرها بتكون موجوده في الافلام زي ما موجوده في الدنيا. الدنيا من غير حب مش دنيا، وبرده عشان كده دايما قصص الحب متواجده بقوه في السينما وفي الدراما. كواليس الفيلم بقى والتصوير، هل كان في ايام صعبه، تصوير صعب بالنسبه لك؟ طبعا احنا دايما بنحاول ان احنا نقدم احسن حاجه ممكنه للجمهور، فمن العادي انه تكون الايام التصوير فيها شويه تعب، بس بيكون تعب ممتع طبعا، بنكون سعداء واحنا بنتعب عشان نقدم حاجه في مستوى عقول الجماهير. قولي لي بقى خطتك في مصر الفتره اللي جايه، هل اوريدي اتفقتي على اعمال جديده ولا لسه؟ انا الايام اللي جايه ان شاء الله طبعا بعد العرض، عرض الفيلم في مصر، هنعرض الفيلم في اكثر من بلد عربي، فهتكون لنا جوله. هتعملوا جوله؟ هتكون لنا جوله. لازم تبقوا في العراق لو سمحتي، لان الفيلم بيتعرض في العراق. طبعا ده شرف لينا، ده شرف لينا. طيب يعني الدراما التلفزيونيه دايما بتحقق انتشار اكبر للفنان، خاصه الفنان العربي اللي بيبقى جاي حابب انه يقدم موهبته للجمهور المصري، فهل في خطتك انك تشاركي في الدراما التلفزيونيه؟ طبعا الدراما التلفزيونيه دي حاجه مهمه جدا، زي ما السينما حاجه مهمه، واي فنان بيكون عايز يقدم دراما ويقدم سينما ويبدع في ده. السينما الجمهور بيروح لها، الدراما بتدخل هي بيت الجمهور، بيت المشاهد، فيا رب اللي جاي خير. الله باذن الله بالتوفيق، وببارك لك مره ثانيه ودايما متالقه. ربنا يخليك. ثانك يو سو ماتش.